احنا ما نفكر بالاطراف الدوليه اللي تؤمر، هسه هاي ديش تتفاوض دورها شوي اخف، بس اكو اطراف تؤمر تقعدهم للحق، يعني السفيره الامريكيه وسفراء كثيرين يعني يرتبون الاوضاع، وحتى حفاوه استقبالها والجلوس معاها يشرح القلب بالنسبه للقوى السياسيه التقليديه، انا اقصد قوى السلطه وقوى السلاح. يعني السفيره الامريكيه تقعد للحق؟ تؤمر خويا قاعد الحق، شنو السالفه؟ شنو سالفه محمد؟ خو ماكو شيء. شنو هي هو يعني فد شيء مضموم يعني مثلا يعني؟ واضحه الفكره وهاي القصه.